يعني واحد فيدر في ظل وجود هدافين كتير. يعني انا عندي عمرو الجندي وهاب امين، حتى النهارده عمرو زهران جايب له 3 3 بوينت من 4. يعني في ناس كتير تجيب باسكت، في حلول هجوميه. ابو النصر زائد السناتر اللي بتنزل لهم الكوره. فانت عاوز واحد فيدر يعني اكتر ما يكون بياخد من حصه اللعيبه دي، اللعيبه المهاجمين السكورر زي ايهاب امين وعمرو الجندي وبتاع، هو بياخد من حصتهم. يعني اذا ما كانش يعني انت عارف يا كابتن اللي يثبت صح كلامك ايه؟ ان احنا جربنا. طبعا يعني هو كان معانا السنه اللي فاتت تجربه، وعن تجربه وجي ولتر هودج. ولتر كان كويس جدا، احنا مش وحش يعني، الراجل كان هايل. بس انا بتكلم ان الفرقه شكلها مع تومسون تحس الفرقه هي دي بتاعت السنه اللي انت عايز بلي ميكر صريح، بلي ميكر يمشي ملعب ويقود فرقه ويمون هذه الفرقه. الراجل ده عنده المواصفات دي، حتى لو ما كانش بيعرف يجيب باسكت بس هو نقطة الارتكاز بتاعه او مكانه از بوينت جارد هو مهم جدا في ظل النوعيات من يعني في ظل الخامات اللي عندك، الهديفة او اللعيبة اللي عندك موهبتهم جامدة قوي في الاوفنس. فانت محتاج واحد يشغلهم، واحد يخدم عليهم. وتومسون حاجة ناجح في الموضوع ده جدا بصراحة. وكمان النهارده احنا جبنا 5 بطولات السنة اللي فاتت بتومسون. والناس مش كلها بالصدفة. يعني الناس كلها مش مقتنعة بيه، عشان الناس بتفكر ان اللي بيجيب باسكت هو بيجيب الجول، مع ان من اسباب المكاسب ان يكون واحد عندك ديفندر بول كنترولر، من اسباب يعني بيطلع بالكرة من غير تيرن اوفر، بيعمل بلوك، بيجيب ريباوند، ما دول نوعيه. واحد تاني يطلعك من البريس، صحيح. كل الحاجات دي في الاخر بتترجم لسكور، بالظبط بتترجم لشكل، بتترجم لكيان. انا ماليش دعوه غير بالاحصائيات، اعمل استاتستيك ليه وشوف الماتشات اللي هو لعبها. ده في ماتش دخل حط له باسكت في البطولة العربية كان مع فرقة من لبنان في آخر 5 ثواني كانوا بيلعبوا في بيروت، نادي بيروت اللبناني، في قبل نهائي البطولة العربية اللي كانت في اسكندرية في صالة نادي الاتحاد الاسكندري. دخل جاب الباسكت ده بعد ما كنا احنا مغلوبين. يعني قصدي اقول لك انه يعني تومسون، وكمان ده ما يمنعش بقى كابتن ان الروح كانت عالية النهاردة بس راح. يعني البنش انت وطبعا انتوا حضراتكم اساتذتنا، انت تعرف الروح من البنش مش طبعًا من الخمسة في الملعب. طبعا النهارده البنش كله واقف، لا بنش واقف كله رجع. يعني هو برضو المكسب حلو يا كابتن هيثم. نعم. دي تاني مباراة على التوالي الأهلي كسبها، برضو ده برضو بيدي انذار للفرق التانية ان لا، الفرقة الأهلي فرقة جيدة، فرقة واقفة على رجليها، روح اللي جوه زي اللي بره، ما فيش اختلاف، اللي داخل بيشجع، يعني كل الناس مبسوطة، زائد ان النجوم بتتغير والسكور بيتغير من مباراه لاخرى. نعم. لو تلاحظ الموضوع ده، يعني النهارده مثلا ممكن نلاقي عمرو الجندي، نلاقي عمر طارق، نلاقي تومسون، نلاقي ايهاب امين.